صباح الخير، حياكم الله شباب بنات. هاي شوارع لندن او احياء لندن الشعبية، شوف بيوتهم ايش قد حلوة. اليوم طالع الشمس وفرحان بيها نوعا ما. تحس البيوت الشرقية هاي عمارات اكثر من 200 سنة. وانا جيت على هذا الجانب احلى، لانه هاي البيوت بهذا الاتجاه احلى من هذا البيوت. شوفوا البالكونات كلش حلوه، شوف هذا البيت مسوي اشجار كثير بالبالكون، كلش حلو. هم فرحانين بالشمس هذا الصيف، ولا شفنا حار. شوف البيت، شوف لابسين جاكيت. انضربت بوري بالشغل، ما اعرف شوف الشغل تاخر وقلت خل اصرفكم هذا الشارع، اصور لكم هذا الشارع. على قولة اللبنانيين اكلنا الضرب. كلش حلو الشارع. هسه ادخلكم باقي الشارع بعد احلى. شوف البيت نوعا ما حلوه هيك تحسها. اكثر شيء عند الانجليز يستخدمون السيارات الالمانيه. يعني شوف واحده اثنين ثلاثه اربعه وذيشه خمسه، اكثر شيء هاي سته يستخدمون السيارات الالمان بكثره، لانه هنا يعني هي اللي تقاوم اكثر شيء. شوف يعني اكثر شيء الالمانيه، صح موجودات الروز رايز وغيره وغيره وغيره، لكن ما يستخدموا بكثره لانه غالي الروز رايز. هاي سفاره اعتقد، لان هنا خالين علم ما اعرف شنو. كلش حلو، بناء حلو. يم السفارة اللي ما اعرف يا بلد هذا او يا علم، اللي يعرفه خلي يكتبنا بالتعليق. شوف اليوم طالع الشمس فرحان بيها، شوية صار نشاط فيتامين دي. هدخلكم بشارع في صار منه كلش حلو. طبعا التصوير واضح اليوم لانه شمس طالعة. اقولكم والله فرحانين يوم طالع الشمس. شوف هاي الغابة حلوة، شوف الغابة بارك. لندن بيها خضار كثير كثير كثير، بيها خضار. شوفوا سيارة الالمان بكثرة، البورش وغيرها. هذا حلو البيت، هاي عمارات كل 200 سنة و 150 سنة ونشتغل بيهن، فيقولون الصاحب ثلاث اجيال اربع اجيال مولودين بهذا السكن. خرب الفيديو هذا ابو الدراجة، خرب الفيديو صار دراجة مزعج. شوفنا اقولكم المان، اودي، بورش، مرسيدس. هاي ميني كوبر انجليزية يحبوها البنات. هذا كلش حلو المبنى، لونه حلو. شوف جوه، دائما البيوت يخلوها جوا الانجليزي، يكبروها يوسعوها. شوف منا بارك ومنا كبارك وغيره بارك. اخذكم جولة بين بيوت لندن. شوف صوت البغبغاء، بغبغاء فوق، بس قفلوا البارك الى وقت انفتح. شفتوه ذاك هو بغبغاء اخضر بكثرة موجودين. لو في تفاح هسه يجي ياكل بايدي. سمع صوته بين الاشجار اخضر ما يبين. شوف البيوت حلوه منه، لازم انا ارجع منه. شوف العيب المو حلو بلندن، الزباله بالشارع يخلوها بالليل الساعه 9 الساعه 10 يجون ياخذوها البلديه. شوف هناك يشيلون الزبالة، يجون يشيلوها. هنا بلندن ماكو حاويات بلاستيك مثل باقي الدول، مثلا نقول عندنا بالعراق او باوروبا او بالمانيا باي دولة، ماكو حاويات بلاستيك يخلوها بالشارع. فالزبالة دائما يخلوها هيج، ويجون البلدية او موظفين النظافة يجون ياخذوها، ما مباشر ياخذوها، يعني يخلوها بالليل. يقولون مثلا الأحد خلوها بالليل، الاثنين ياخذوها الساعة 9.
شوف هنا هم يجمعوها بباب العمارة، فهذا ما أعرف شيء سيء أنا أشوفه. وأيضا الحاويات شيء سيء، تخلي الحاويات بشارع منظرهم مو حلو، ومرات بالعواصف الحاويات تطير وسبب حوادث. أعتقد لهذا السبب، لأنه كذا مرة شفنا الحاويات بالشوارع وضربت الناس، لهذا السبب ممكن منعوها. وهاي من يشتغلون مشاريع هيك يغلفوها العمارة حتى تراب ما يوقع شيء على الناس. شوفوا هاي العمال بلوا شو يبدون، يبدون يفترون يشيلون الزبالة عزكم الله. فلهذا السبب، بس مو كل الأحياء، في أحياء بيها فيها مناطق أماكن بيها حاويات زبالة عزكم الله، بس أغلب المناطق ما بيها. شوف هرجعت نزل الشارع بس بطريق ثاني، يوم الشمس حلوة فرحانين بيها، شوفوها طالعة. إذا أنتم ما شايفين الشمس فأشوفكم إياها، إحنا عندنا حالات نادرة طلع الشمس. شوفوا هالغاب، الغابة شنو، البارك الثاني، وبكل مكان تلقى بارك وخضر، وأيضا بيه بغبغاء بكثرة. شوفوا قدامك يطير. شكل الشارع هذا مغلق، هذا مطعم أعتقد أو باب خلفي المطعم أو بار كافتريا ما أعرف. هاي الأشجار حلوة جذبتني، يمكن فندق ما أعرف، في ريسبشن استعلامات ما أعرف والله. فأنا دائما من أقول لكم الصباح مناطق السكنية في لندن حلوة، نشوف ألوان الخضار والبيوت حمر والسواد والبياض والسيارات الفخمة والهدوء. فدائما أنزل بعيد نص ساعة عن الشغل وأبدي أمشي بالأفرع وأوصل للشغل بالوقت المحدد. وهاي هنا ترى سكن تحت البيوت، تحت الأرض سكن. هذا الشارع مغلق شكله، هذا البيت حلو يمني هاي، ما أعرف خلنا نطلع والله مغلق، خلينا نرجع الجانب الثاني. جد حلو هاي العمارة، صفرة وبيضة صافغيها وأسود، لكن جوها مطعم أعتقد، أي مطعم مبين. شوف طابق هنا أحمر وأصفر، مسوي موديل حلو. بنايات بلندن صح قديمة لكن حلوة، هي مدينة قديمة وما ضررت بالحرب العالمية الثانية بكثرة، فبقوا محافظين عليها. يعني بيوتهم كلها 200 سنة 150 سنة. شوف هاي الأزياء الهندية، اللي عجبني النخل هنا يعيش، ومع العلم في برد، يعني بعز الصيف في برد. المدينة الوحيدة اللي شفتها بأوروبا النخل يعيش بها هي لندن. عشت بألمانيا بفرنسا بتركيا وغيرهم غير، ما شفت نخل إلا بلندن. ومع العلم هذا النخل ما يطلع تمر، لكن شجرة شجرة نخل. شوف هالمطاعم جيت حلوة، هاي بالليل تجنن، وهاي صوبات تدفئة. تعالوا يا أخي نعزمكم هنا على حسابي. خلينا نشوف هذا الشارع، شوف هذا الشارع جيت حلو، بس ورود. هذا شارع الخضارة سميه. طبعا هناك انقطع الفيديو لأنه جانا اتصال مهم فقطعته، وهنا كملت الفيديو. ذاك الشارع ما بي شي، شوف النخلة هنا. أغلب بنيان أو بنايات لندن تشابه. طبعا الجو بارد، درجة الحرارة 12 و13، الشمس تروح وتجي تروح وتجي. بعيد عن الشغل نص ساعة تقريبا مشي، رايح يجي بس أمشي حتى أتجول بهلا أماكن الحلوة. هدوء بس أني ألغي 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 ما أعرف أسكت. تشوفون السيارات كلها سود قريبا على الأسود. هاي البيوت اللي هنا حلوة البيضة، أشوفوا مسوين تصميم حلو شرقي حسه. هاي جو هنا عزكم الله، ما الزبالة وغرف الزبالة. هذا يكون الإمارات مو بيوت، قبل كانت بيوت لكن حاليا سوها إمارات وقسموهم للداخل.
ها هي بيوت لندن، تعتبر منطقة شعبية بس ما في أطفال يلعبون كرة بالشارع، أطفال بالمدرسة، وبالعطلة يأخذون سفرة سياحية دول ثانية. هباك انت هنا شوف لندن من فوق، من فوق السطوح، من فوق العمارات، تقريبا انا بالطابق السادس او السابع تحت المطر، تاريخ 8/8، الجو شتاء ومطر وهواء عالي وبرد وغيوم. شوف يا شباب، شوفوا لابس بللت، انا بالشغل. هاي هناك عمارات لندن او ناطحة السحاب لندن، وهناك يكون ليفربول ستريت، هناك ليفربول ستريت ولندن اي ولندن بريدج، كلها بهذا الاتجاه. ساعة بيكمن، شوفوا علم ساعة بيكمن هناك، كلش عالية. شوفوا لندن من فوق حلوة، خضار وبيوت حمر وعمارات، وهذا هني المداخل المدخنة، وهاي البيوت كلها اعمارها 200 سنة وفوق، لكن حد الان صامدة كيف ما اعرف والله. شوفوها، شوفوا طابو، شوف صار طالع طحالب، لكن حلوة حلوة من فوق، خضار، واحلى شيء ناطحات السحاب تشوفون ويا الغيوم. وهاي الحديقه جوانه، شوفوا ايش قد حلوه، اجواء ممطره. ما عليكم بيدي الوسخه بالشغلاني. شوف البيوت منه مختلفه، اصفر واسود، ومنها احمر وابيض، لكن منك الجمال لندن، منك لندن بريدج، لندن اي، كلها منك. خلنا صورها منها لكم. شوف هاي الحديقة الجوانة كلش حلوة، سمعنا صوت المطار. ما عدنا صيف هالسنة، سبحان الله ما شفنا صيف. سامحوني على هذا الفيديو المخربط، لأنه أجواء لندن مخربطة. يعني بالبداية خليت لكم الفيديو كان الشمس طالعة والجو مصحي بتاريخ 7/8، اليوم 8/8، شفتوا المطر شفتوا الأجواء، بس حبيت أشوفكم هالبار. خلونا من البار، الورد كلش حلو، منسقين الالوان، كلش حلو منسقين الالوان، احمر ناري بنفسجي وردي. هذا ماركت اكسبنسيف، ماركت كلش غالي اسعاره، يعني جيب لك 3 تمرات خليك اياها يبيعها ب 5 باوند، 3 تمرات والله شنو هاي كواليتي، يعني جوده عاليه. حاليا يوم اجواء لندن جدا ممطره وبارده، وشوف الملابس، شوف الناس لابسين ملابس شتويه، لانها اجواء شتويه، كانما اليوم احنا بشهر 12، مطر وبرد، درجه الحراره 14، شمس ماكو، وهذا خربان من الجوع او من البرد. لا دش يشحنون تليفوناتهم، يشحنون تليفوناتهم، دائما سكرانين ونايمين بالشارع، يشحنون تليفوناتهم وانترنت وين ما قاعدين. شوف الهاي الام جي، واو، عقبالك انت اللي شفت الفيديو للاخير، اذا شفت الفيديو للاخير اكتب لنا ام جي هاي القرش، عقبالك ان شاء الله. خلونا ادخل للمحطه وارجع للبيت. السلام عليكم، ما عليكم بهذاكم، عينك على الستيشن، يلا باي.